والجمال النباتات حيخلينا شوية نبتعد نحن الأزواج عن موضوع المزاجية وتبدأ شوية تهدي الأعصاب. حنرجع تاني نرحب بالدكتور زهير بن خشيم من الدمام، نقول له صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير دكتور، مرة أخرى. يا هلا مرحبا دكتور. يعني المزاجية بين الأزواج كيف ممكن إنها، يعني كيف ممكن نقول إنها زادت نسبتها الآن في مجتمعنا؟ المزاجية بين الأزواج، طب هو ليش مزاجي؟ شايفة هو عنده شعور، الشعور هذا اللي متعبه. زي ما قلت لك، هو أنت بتلاقيه شعوره جميل وحلو ومرتاح ومبسوط وإنسان حبوب، فجأة هبت العاصفة ولقيتيه إنسان عدواني بيفكر إيش اللي بيحصل، بيتجنب الناس، كل هذا عنده إيش؟ زي ما يقول الشعور اختلف هنا تماما، هنا اللي بنسميه الإنسان المزاجي. تأثيرها على الزوجة بيأثر عليهم هم الاثنين. خلينا نقول عن طريق مثلا لو الزوج نفسه، هو الزوج عنده مشاكله، قد تكون مشاكل مادية، قد تكون مشاكل العمل. نعم. تلاقيه بيرجع البيت تعبان، مشكلته انه شايل زي ما بنقول، وهذه مهمة كثير لازم ننتبه لها، مشاكل عمله وداخل فيها البيت، وهو جاته الحالة، حالة الاكتئاب، حالة الزعل، المزاج عنده متقصر، جاي وداخل فيها البيت، كيف حتقابل زوجته؟ زوجته قد تكون هي مثلا كمان هي موظفة، كمان هي تعبانة، الاثنين جو تعبانين بيقابلوا بعض، كيف حيتعاملوا مع بعض؟ نعم دكتور زهير، كبيرة لازم ننتبه لها. نعم اتفضل. نعم دكتور زهير، يعني في بعض الأزواج ممكن يقول يا أخي لا تلوموني، أنا عمل وضغوطات عمل، وعندي مثلا ضغوطات مالية وضغوطات أسرية، وبالتالي تبغوني بعد أدخل البيت وأنا مزاجي، رايك؟ جميل. هو هنا نسي حاجة مهمة، إنه هي كيف نفرغ، كيف نتخلص من هذه الضغوط قبل ما نخش البيت. في عندك تمرين جميل، هو تمرين الاسترخاء، كيف أنا أتخلص منها. جميل جدا. كمان هو يجلس مع زوجته، في بيناتهم لازم يكون في حوار، يا بنت الناس لما أنا أخش البيت وتشوفيني متضايق يعني بعدي عني. هي بتسأل يكون في بيناتهم تفاهم، لما أكون أنا متضايق وبديني الحالة هذه، ها كيف اتعامل معاك، كيف تتعامل معها. كمان لو رجعنا كده شويه تلاقي انت عندك الزوجه المسكينه هذه بتمر 8 ايام في الشهر بتجيها الدوره الشهريه، الفسيولوجيه جسمها مختلفه، هرموناتها ملخبطه، وتبغى الراجل يتعامل معها، فلازم يكون هو مدرك للحكايه هذه عشان يعرف يتعامل معها، عشان يعرف كيف يصير فيها في تساجم. اما تخيل معايا انت، هو معصب وزعلان ومكتئب، وهي كمان عندها جسمها ملخبط وهرموناتها ملخبطه، كيف حيتلاقوا هذولا؟ صحيح. اتوقع معايا الحكايه هذه. صحيح دكتور. المشكله وما فيها انت في عندك تفضلي. نعم دكتور، هنا يمكن بالنسبه لتعليق فيصل، ان احيانا الرجال ممكن يكون عنده ضغوطات في العمل ويدخل البيت ومزاجه معكر. طيب النساء ايضا كمان ممكن عندها عمل وتدخل البيت وتحاول انها تتاثر او تتحكم بهذه المزاجيه وتكون ام مثاليه في داخل البيت. هل النساء اكثر قدره على التحكم في مشاعر المزاجيه عندها اكثر من الرجل؟ لا نقف في صف ضد الصف دكتور. مع العدل يا دكتور. طيب حاضر. المشكلة وما فيها، احنا بنقول الإنسان المزاجي هو فجأة هبط العاصفة وبدأ المزاج هنا عندنا متغير. إيش السبب؟ معنا هذا لازم نعرف الحكاية هذه إيش السبب. السبب في الموضوع هذا إنه في عندك أنت مادة الأندرولين اللي في الرأس هذه تكون هنا خفت، نقصت. انتبه، في لها سبب المشكله هذه. الماده هذه لما بتنقص بتخليه يشعر بعدم على شعوره بينزل، والنفسيه بتنزل، وشعوره تعبان، وشاعر انه هو مكتئب وزعلان، وعارف مش ما هو حابب نفسه، معنوياتهم كلها نازله. ففي هنا سبب في الموضوع، الماده هذه بتاثر عليه. هو احنا ليش بنقول عليه مزاجي؟ فجاه انت بتلاقيه مبسوط وحبوب، وفجاه هبت العاصفه وبتلاقيه طيب. انعزل. نعم. تماما، وصار بيشكك في اللي حواليه ويشكك في معاه، اي كلمه تقولها بيشكك فيها. نعم دكتور زهير، يعني خلينا نتكلم ايضا يعني بكل واقعيه، اضطراب في المزاج. اذا سمحت لي دكتور زهير، خلينا نتكلم بكل واقعيه. يعني الان يعني ما في شخص ما عنده مشاكل، ما عنده هموم، ما عنده ايضا اشياء في اي امر من امور الحياه. يعني هل انا راح اخلط محيط الاسره عن محيط العمل؟ يا خلاص، محيط العمل في العمل، محيط الاسره في الاسره. يعني لما ادخل اول ما افتح باب المنزل خلاص كل مشاكل الخارجيه ارميها ورا ظهري، عندي اطفال ينتظروني، عندي زوجه تنتظرني، عندي سعاده اسريه، سعاده في هذا المنزل تنتظرني.
الصوت انقطع. كيف الكلام هذا يصير؟ هو كيف ايش الاليه اللي انا استخدمها عشان وصل السؤال دكتور؟ افصل هي هذه الفكره. اي نعم اي نعم. ايش الاليه اللي استخدمها؟ انت بتقول لي انا تبغاني انت انسى مشاكل العمل ومشاكل مشاكلي برا وانا داخل البيت انسان ثاني جديد. ايش الاليه؟ ايش الاليه اللي انا استخدمها ممكن استخدمها بحيث اني افصل؟ شايف؟ هنا في عندنا طريقه الاسترخاء، لازم يكون هو مسترخي، لازم يكون هو خلينا نقول مفرغ كل هذه الضغوط قبل ما يخش بيته. في عندك تمرين الاسترخاء بنفرغ فيه الضغوط هذه. عشان ازود انا كمان ماده الاندرولين هذه انا لازم احتاج اعمل رياضه. الرياضه اقل ما في الرياضه، اذا ما قلنا سباحه، اذا ما قلنا جري، اقل حاجه في الرياضه هي ممكن اعملها انه المشي. المشي بيريح كثير لما امشي لحالي بدون اتصالات جوال، بدون ما اكلم احد معايا. المشي هذا بيخليني اقعد مع نفسي. بعد ما امشي ساعه زمن حتلاقي ماده الاندرين سبحان الله بتشتغل في عقلي وبتزيد كميتها وببدا اشعر بانبساط. شايف؟ نعم. في اليات لازم نستخدمها عشان اقدر افصل. نعم جميل. يمكن هذه الاليات نتمنى ان تتعلمها يعني سواء الزوجه او الزوج، وايضا حتى يعني الاثر اللي حيكون على الاطفال، فالمفروض الاطفال كمان يعني ياخذوا بعين الاعتبار. هنا بالنسبه لانعكاسات هذه يعني هذا الامر على الحياه الزوجيه وعلى الاطفال بالذات. هي تقدر تقول لي حيحصل خلاف لما الاثنين كلهم مزاجهم متعكر، خلينا نقول حيحصل خلاف، ما حيتفاهموا مع بعض. التفاهم هنا حيكون صعب جدا، حينعكس هذا على الاولاد، والاولاد اللي قلنا عليهم هم الضحيه. شايف لك الاثنين ما هم فاهمين بعض. طب انا حسيت وشعرت انه الراجل جاي مثلا ده متضايق تعبان، ايش ممكن اساوي له؟ انا اكون متفاهمه معاه. لما تكون انت متضايق ودخلت في كهفك في العزله حقتك، ما بيخش في عزله خلي بالك، ها؟ صحيح. كيف تبغاني اتعامل معك؟ اجي اتكلم معك ولا اجي اسيبك؟ كمان في حاجه مهمه لازم ننتبه لها، الراجل المزاجي هذا او المدير المزاجي او الزوج المزاجي هذا هو مستفيد من المزاجيه هذه حقته. خلي بالك زي احنا لما نقول يمكن نيجي نخش على المدير، المدير مزاجه رايق ولا ما هو رايق؟ اذا مزاجه رايق حطلب منه اي حاجه حينفذ لي هي، لكن تخيل معايا اذا مزاج المدير حقي ما هو رايق، شايف ايش اللي حيحصل هنا؟ نعم. ما حتقدر تطلب، لو طلبت منه حاجه بسيطه حيقول لك بعدين بعدين بعدين. نفس الفكره هذه لو خدناها ورحنا مع الزوجه نفس الحكايه، متى اطلب من زوجي؟ متى اتعامل معاه؟ وهو مزاجه رايق اوه حتاخذي منه، لكن هو مزاجه متعكر ايش حنعمل؟ نعم. تبعد عنه. نفس الحكايه مع اولاده. طيب دكتور تصير نفس الحكايه. نعم. بس هي هنا الزوجه الذكيه، الزوج الذكي اللي كيف يتعامل مع الحاله. صحيح. جميل دكتور زهير، خلينا نقول انه كيف تستطيع الزوجه ان تغير مزاج هذا الزوج، والعكس كيف يستطيع الزوج ان يغير ويهيئ ايضا مزاج زوجته؟ سؤال جميل جدا. الفكره زي ما قلت لك هي التفاهم. لما تشوفه هو في حالات انه هو مزهزه كده ومبسوط ومروق، تعال يا اخي انت ما بتجيك الحاله حقتك المزاجيه هذه بتبقى صعب التعامل، كيف تبغاني اتعامل معك؟ وهو نفس الحكايه حيقول لها نفس الحكايه، لما اكون متضايق انا اسلوبي كده ابعدوا عني خلوني في حالي. نعم. وهي نفس الحكايه، هي ممكن تقول له ايش؟ دلعني شويه، يعني رضيني، شوفي خذ بخاطري شويه، يعني ها؟ نفتح مواضيع غير العمل. صحيح. لازم يلاقوا لهم حل. صحيح. كيف الطريقه اللي تبغاني اتعامل فيها معك؟ الحوار، الحوار في الموضوع هذا جدا مهم. نتمنى يمكن الازواج كلها فعلا تحاول. لاحظ انت المراه لما بتحب. تفضلي دكتور. تفضلي. احنا يمكن دكتور لاحظي انت المراه لما بتحب. الصوت بطيء بيني وبينك. عموما دكتور يعني نتمنى ان شاء الله انه 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 تكون نعم. يعني حياه زوجيه سعيده، وانه ان شاء الله نصل معك ان شاء الله خاصه في فتره الصيف، يعني خلاص كل الاعصاب هذه ان شاء الله، وتكون حياه زوجيه بعيده عن المشاكل. فهذا اللي نتمناه فعلا يعني دكتور، انه يكون الحياه الزوجيه خاليه من اي مشاكل ممكن تنغص على الازواج، ويبداوا هم يتفاهموا. وانت اليوم نصحتهم بنصيحه مره حلوه اللي هي الحوار ثم الحوار، ويحاولوا يستوعبوا بعض، ويكون كل واحد يعني ينسى تماما هموم العمل في داخل البيت. دكتور زهير بن خشيم، شكرا جزيلا على المعلومات المهمه اللي دائما بتقدمها لنا في صباح السعوديه. شكرا يا دكتور.
إذن مشاهدينا الكرام، سنتحدث أيضا في فقراتنا لهذا اليوم